في مجتمعنا أغلب الجيل الشاب بيكبر بدون أطر اجتماعية آمنة وحاضنة، بيكبر مع طاقات وطموحات شبابية هائلة بس مش مستغلة في المكان المناسب. في طريق اللي ممكن توجههم لمكان مختلف، طريق اللي بتعطيهم أكثر من خيار، ترشدهم وبتكون هي البوصلة، طريق بتعزز القيم، الهوية، الثقة بالنفس، وبتبني جيل قيادي قادر على التغيير. هاي هي الطريق اللي احنا بنآمن فيها. طريق بتعزز فينا قيم العطاء والتطوع، تخذنا لمكان في كل إنسان مسؤول عن بناء مستقبل أفضل إله لمجتمعه. منظمة الشباب شبيبة أجيك تحتضن ما يقارب 7000 طالب وطالبة من مختلف البلدات، وتعد واحدة من أكبر الأطر التربوية اللامنهجية في المجتمع العربي. تعالوا وكونوا شركائنا في هاي الطريق اللي منقود من خلالها العمل والمساهمة الإيجابية أكثر من 20 عام. فخورة جداً كوني جزء من شبيبة أجيك. إحنا هون عيلة واحدة.